ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رمضان. إذن يعني كيف يبدو الوضع الميداني خلال الساعات الأخيرة وخصوصا مع القصف المؤخر في منطقة عين الحلوة؟ نعم، بيروت لم تشهد منذ ليلة أمس إلا الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق في الضاحية الجنوبية. هذا القصف العنيف الذي طال عدد من الأحياء مثل الليلكي وبئر العبد والبراجنة وغيرها من الأحياء عبر سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة عملت على استهداف مباني سكنية، قرابة 5 مباني سكنية في منطقة مشروع القادم وعدد 5 مباني سكنية أخرى في عدد من المناطق، بالإضافة إلى هذا القصف لأول مبنى خاص بإحدى الوسائل الإعلامية هناك في الضاحية الجنوبية، إحدى القنوات تم استهداف المبنى الخاص بها هذا حتى الآن. ولم تصدر يعني وزارة الصحة حتى هذه اللحظة عن العدد الأولي للشهداء والجرحى كون هذا القصف العنيف الذي ما زال على الضاحية الجنوبية مختلف مناطقها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوم أمس قد أصدر بعض المنشورات بإخلاء بعض المباني في بعض المناطق المتواجدة هناك في مختلف الأحياء للنزوح من هذه المناطق نزوحا جديدا، أيضا يضاف إلى النزوح الذي نتحدث عنه والذي أصبح يعني كتلة كبيرة في مواجهة لبنان وكذلك أمام التحديات التي يعاني منها لبنان. ونحن بصدد الآن يعني المؤتمر الخاص بالدول المانحة في مجلس الوزراء اللبنانية الذي يعني باجتماع بعض أعضاء الحكومة وكذلك أيضا عدد من منظمات المجتمع الدولي لوضع هذا الحل ولتقديم الدعم للبنان. قدرت الأرقام الأولية لهذا الدعم عبر إطلاق نداء الاستغاثة هنا في استغاثة الإنسانية يقدر ب 426 مليون دولار. هذا الرقم الكبير الذي يحتاجه لبنان لتقديم الدعم على كافة المستويات سواء على مستوى الأمن الغذائي والأمن الصحي والتعليم والمدارس والمنشآت لتقديم الخدمات المختلفة للنازحين. نتحدث عن أرقام تشير إلى 1 مليون نازح منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، ومع هذا التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت هذه المشكلة التي ضغطت على الشارع اللبناني وعلى الحكومة اللبنانية في هذا الرقم الكبير الذي كان من غير المتوقع أن يكون هناك هذا النزوح الكبير من الجنوب إلى العاصمة بيروت وضواحيها. إذن كانت التوقعات تشير في بداية الأزمة إلى ربما عشرات الآلاف فقط، وكان يتحدث عن قرابة 25 مليون دولار وهي كانت تكفي هذه الأزمة. هذا الرقم صعد إلى أضعاف هذا الرقم، وصلنا إلى قرابة نتحدث عن النصف مليار دولار تقريبا، وما زالت أيضا حركة النزوح ما زالت مستمرة. أيضا نتحدث عن المدارس المتواجدة هنا ومراكز الإيواء بشكل عام التي تتخطى 1100 مدرسة، خصصت منها مراكز الإيواء قرابة 644 مركز إيواء حتى هذه اللحظة. تحدث عن من تم تسجيلهم في مراكز الإيواء حتى هذه اللحظة ما يقارب 160 ألف نازح حتى هذه اللحظات. كانت شكلت هذه أرقام النزوح في بداية الأيام الأولى للنزوح صدمة كبيرة من استقبال مئات الآلاف من النازحين من مختلف المناطق الجنوب ومحافظات الجنوب، ما شكل ضغطا كبيرا على مراكز الإيواء وكذلك تجهيز هذه المراكز بشكل كبير. ولكن هذا النداء الذي أطلق اليوم من السراي الحكومي هنا من رئاسة مجلس الوزراء بالدول المانحة، وكان هناك يعني كلمة الخاصة بمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا الذي أشار إلى أن يعني لا يجب أن نترك لبنان وحده، وطلب المؤسسات والمجتمع الدولي بضرورة دعم لبنان في هذه المرحلة على كافة المستويات سواء على مستوى توفير الأمن الغذائي لهؤلاء النازحين وكذلك أيضا توفير الأدوية
وأيضا الشؤون الصحية التي من شأنها أيضا أن تكون مؤثرة للغاية في ما إذا كان هناك نقصا في هذه الموارد أن تشكل أيضا عبئا كبيرا على مراكز النزوح. أيضا بالإضافة إلى أن المبادرات الشعبية التي يعني أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي الخاصة بالدعم مراكز النزوح ربما هي تساعد بعض الشيء، ولكن الأزمة كبيرة وأكبر من الحملات الشعبية وأكبر من موارد لبنان المحدودة في هذه الفترة، ولكن يتطلب هذا من خلال هذا الاجتماع أن يكون هناك دعما دوليا كبيرا، حتى وإن كانت بعض الدول التي قدمت دعما عينيا كان آخرها من الدعم الفرنسي الذي بلغ قرابة 10 مليون يورو والذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي بالأمس، وكان قبله بأيام هناك دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليون يورو، وقبلها الصين التي يعني أيضا كان 1 مليون يورو، وهذه أيضا بحسب التصريحات الخاصة برئيس الوزراء نجيب ميقاتي في لبنان بأن هذه كل المساعدات سوف توزعها الأمم المتحدة لكي يكون هناك شفافية في هذا الموضوع.